السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم سلم قلبتين زي ما واضح قدام حضراتكم بالشكل ده في برنامج الأوتوكاد، وهنتعلم إزاي أصلا بنحسب الدرج بتاع السلم. تمام، أول حاجة عشان أحسب عدد الدرجات بتاعة السلم لازم أكون عندي المعلومة بتاعة ارتفاع الدور كام، وعندي المعلومة بتاعت ارتفاع القايمة بتاعتي كام. تمام، ولنفترض ان السلم ده ارتفاع الدور فيه هيكون 3 متر، فهقول 3 متر على البوينت 15 اللي هي 15 سنتي بتاعت القايمة. انا هفترض ان القايمة عندي 15، واللي مش واضحة بالنسبة له موضوع القايمة هرسم شكل كروك كده عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. نفترض ان ده قطاع في سلم هذا الشكل، القايمة هي الارتفاع ده، الارتفاع ده اللي انا هاخد عليه دايمنشن ده اسمه القايمة. تمام، فده اللي قصدنا بيه. انا خلاص عندي معلومة ارتفاع الدور كام اللي هي 3 متر قلنا، والقايمة هتكون 15 سنتي اللي هو الارتفاع ديه طبعا عشان رسم كروكي. فهاجي اقول ال 3 متر على ال 15 سنتي بتاعت القايمة هيديني عدد الدرج. طيب تعالوا في السلم ده كده اقسم ال 3 متر على ال 15 هيديني 20 درجه، هيديني 20 درجه. فاذا في السلم ده اللي قدامي انا هقول ان انا هعمل 10 يمين و10 شمال عشان يبقى 20. تمام، النايمه بقى، النايمه اللي هي المسافه الافقيه دي في المسقط اللي انا بحط رجلي عليها، اللي هي دي المسافه دي اللي انا هحط فيها الدايمنشن دي اسمها النايمه. تمام، والنايمه دي بتكون 30 سنتي، ده أفضل بعد ليها، يبقى أفضل بعد للقايمة 15 وأفضل بعد للنايمة 30، لأن في طبعا أبعاد تانية، يعني ممكن القايمة دي تبقى 16، ممكن تبقى 17 لحد 18 سنتي، والنايمة ممكن لحد معاك لحد 32، من 28 ل 32. تمام، خلاص إحنا كده عندنا 20 درجة. هنبتدي نرسم، هنقول إن أنا هرسم الخط ده بأي بعد كده، وأبتدي أرسم خط أفق كده بأي بعد. أول حاجة هرسمها البسطه دي، البسطه دي مقاسها كام؟ ما بتقلش عن متر 10 صافي، ما بتقلش عن متر 10 سنتي. فهاجي هقول ان انا هرسم حيطه الاول، او انتر بوينت 12 عشان ارسم الحيطه، هرسم حيطه 12 سنتي كده وحيطه 12 سنتي في الاتجاه الثاني. بعد كده هقول له او اوفست 1.10 يعني متر 10، واقول له اوفست متر 10 بهذا الشكل. جميل جميل، يبقى انا كده رسمت الخطين دول مع الخط ده اللي هو اول خط قايمه. ممتاز، تمام. عايز بعد كده ارسم عرض القلبه اللي هو العرض ده المتر 10 ده، وده برضو مش بيقل عن متر 10 كقانون. فهقول او انتر 1.10 انتر، هاخد اوفست من هنا متر 10. جميل جدا، هبتدي امسح الزياده تي ار انتر انتر، وامسح الخطوط دي كلها والخط ده. ممتاز، يبقى انا كده رسمت ايه؟ رسمت القلبة البسطة دي والقلبة دي. ممتاز، عايز بعد كده ارسم خط تاني عشان ارسم فيه الحيطة او الهاندريل، فاقول له او اوفست بوينت 12 بهذا الشكل. يبقى انا رسمت الحيطتين دول. الفانوس ده اللي في النص ده، الفراغ ده اسمه فانوس، ممكن يبقى فيه فانوس ممكن لا، فاحنا هنقول ان فيه فانوس. هنقول الفانوس ده مقاسه كام؟ هناخده مثلا زي ما موجود هنا عندنا 38 سنتي، فهقول له او اوفست بوينت 38 انتر بهذا الشكل. بعد كده هقول له او انتر بوينت 12 بهذا الشكل عشان ارسم الحيطه الثانيه. بعد كده عندي قلبه ثانيه زي ما قلنا عرض القلبه كام؟ متر 10. جميل جدا، عشان ده اقل عرض ليها، او انتر 1.1 انتر عشان ارسم القلبه الثانيه. بعد كده عندي حيطه، فاقول له او انتر بوينت 12 انتر بهذا الشكل. بعد كده هقول له تي ار انتر انتر، وادوس شيفت واختار الخطين دول عشان اوصل الحيطه بتاعتي بهذا الشكل. وبعد كده ابتدي اشيل الخطوط الزياده بهذه الطريقه. بعد كده هقول له او انتر بوينت 12 واخد اوفست من هنا 12 علشان ارسم الحيطه اللي جوه دي، فاقول له تي ار انتر انتر، وابتدي اشيل ده وده وده واشيل الخطين الزيادة دي.
يبقى انا كده قدرت عن طريق ان انا عندي ابعاد اساسيه وستاندر ارسم عرض القلبه دي وعرض القلبه الثانيه وعرض البسطه دي، وكمان بدلاله عرض البسطه قدرت ارسم اول درجه عندي. احنا اتفقنا ان عدد القوايم هيكونوا 20 درجه، جبناها منين؟ 3 متر على البوينت 15 ادتنا 20، هنرسم 10 يمين و10 شمال، فاذا عندي اول درجه. فهقول له بعد كده او انتر بوينت كام؟ 30، اللي هي ايه؟ النايمه اللي قدام حضراتنا دي، النايمه دي 30. فهقول له اوفست 30، اوفست 30 يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جميل جدا، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتاز جدا. بعد كده اقول له تي ار انتر انتر، وابتدي اشيل كل الخطوط الزياده دي اللي داخله جوه الحيطه بهذا الشكل بهذه الطريقه، واشيل كمان الخطوط اللي في النص. تمام. بعد كده عندي خطين اهو زياده، هقول له تي ار انتر انتر واشيل دول. زي ما رسمنا الجزء ده من الحيطه هنرسم الجزء الثاني، هقول له او انتر بوينت 12 انتر بهذه الطريقه، تي ار انتر 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 مرتين عشان ايه؟ ابتدي امسح بهذه الطريقه، واشيل الخط ده واشيل الخط ده. يبقى انا كده قدرت ارسم عدد الدرج المطلوب. ملحوظه، عدد النوايم بيقل عن عدد القوايم بمقدار درجه، يعني لو حبيت احسب الطول ده، انا مثلا اوريدي عندي 10 قوايم، لو حبيت احسب الطول ده من هنا لهنا احسبه ازاي؟ هقول له عدد القوايم كام؟ 10، 10 ناقص 1 9، يبقى المفروض النوايم 9، يبقى دي نايمه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السته، السبعه، الثامنه، التسعه، العاشره على البسطه. تمام. ليه نوهنا عن الحته دي؟ لان انا ممكن واحد يجي يحسب في ورقه الاول حسبته منها هيعرف الطول ده كام. بعد كده عايز ارسم البسطه دي، البسطه الثانيه دي او الصدفه متر 10 برضو زيها زي البسطه، ما بتقلش عن متر 10. فاقول له او انتر 1.1 انتر بهذا الشكل، وبعد كده اقول له او انتر بوينت 12 انتر عشان ارسم الحيطه دي، تي ار انتر انتر او فيلت عن طريق امر فيلت، ابتدي اخد ده مع ده انتر، ده مع ده انتر، ده مع ده انتر، ده مع ده. يبقى انا كده قدرت ارسم سلم قلبتين بمنتهى السهوله. رسمته ازاي؟ قلنا في شويه حاجات ثابته، اول حاجه فيهم ان عرض القلبه ما بيقلش عن متر 10، وعرض البسطه ما بيقلش عن متر 10، والقايمه بتكون في حدود 15 سم وده الافضل ليها. طيب ممكن تزيد او ممكن تزيد، لكن مش هتقل عن بوينت 15. النايمه هتكون 30 سم. فلما اجي بعد كده احط الابعاد هلاقي ان السلم بتاعي مظبوط بهذه الطريقه، وهلاقي ان الطول ده 72. 72 جه ازاي؟ قاف ناقص 1، نون بتساوي قاف ناقص 1، يعني النايمه بتساوي القايمه ناقص 1. تمام. والعرض ده متر 10، وهلاحظ ان طول السلم هيساوي 5.14، والعرض هيساوي 3.6 من بره و 2.82 من جوه، والعرض ده هيكون متر 10، والعرض ده هيكون متر 10. طب ينفع السلم ده يقل عن كده بعد؟ ينفع، لانه احنا قلنا الفانوس ده ممكن ما عملوش، بس اهم حاجه ان السلم ينور في المشروع، لكن الفانوس ده انا ممكن ما عملوش ازاي؟ ان انا ممكن اخد كوبي كده من الشكل ده وابتدي اقول له ستريتش من هنا لهنا انتر، وابتدي اسحب من الجزئيه دي كده لحد الجزئيه دي كده، فيبقى عندي السلم بهذا الشكل، مش شرط يبقى فيه فانوس من جوه، وابعاده اوريدي هتقل. فاذا كده انت عندك طريقتين لرسم السلم قلبتين، سلم بفانوس وسلم من غير فانوس، وابعادهم مختلفه. تقدر انك بعد ما تجهزهم، انا بعلمك الطريقه دي ليه؟ حسبته علشان تقدر انت ترسم نموذج السلم وتخليه بلوك عندك تقدر تحطه في اي مشروع من غير ما تحتاج تحسبه ولا تصممه كل مره. فتقدر بعد كده ان انت تاخد دول كده وتقول له بي ال انتر
وتسميه اوكي، بيبقى عندك بلوك تقدر تحطه في اي مشروع. وده نفس الكلام بي ال انتر، اوكي بيبقى عندك جاهز تقدر تحطه في اي مشروع بدون ما تصممه. هو ده اللي احنا محتاجين نقوله في الفيديو بتاعنا. ان شاء الله في الفيديو القادم هنتعلم طريقة رسم سلم ثلاث قلبات، لان هتختلف، هتعرف فايدة ان انت تعرف القانون بتاع حسبة النايمة كام والقايمة كام لما نيجي نرسم السلم الثلاث قلبات. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة قدم لحضراتكم الاضافة، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومة صغيرة في الفيديو بتاعنا النهاردة. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.